بكم معايا فيديو جديد، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره اللي غادي نخدموا اليوم. ودائما نتمنى ديروا لايك واشتراك للقناه وتشجعوني، وان شاء الله على بركه الله غنبداو كما شفتوا معايا هاد التريكو. ان شاء الله ندخلوا عليه واحد الجماليه في هاد الرسمه ديال الهيكل العظمي، كاينه في الجهه الاماميه، ممكن اننا نخدموا حتى لو كانت في الجهه الخلفيه. غادي ناخذوا الجيلاتين وغنحطوه على الوجه ديال هاد التريكو. غادي نطراسيو هاد العينين ديال هاد الهيكل العظمي وهاد النيف، وغادي ان شاء الله نقطعوهم وغادي نديرو ليهم الكافيار. نتوما كيبقى لكم اختيار في اللون اللي بغيتو ديروه، انا درت هاد الفضي. ان شاء الله نتمنى تعجبكم الفكره، ودائما نحاولوا اننا نخدمو على جديد. خليكم معايا.
جديدة سخونة. إن شاء الله نتمنى نجيبو دائما طرق اللي غادي تفيدكم غير بأقل تكلفة. بعد ما سخنا الحديده ندوزوها عليها.